السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إن شاء الله من سورة البقرة ومن الآية رقم 92. افتحوا المصاحف، وكمان السادة المشاهدين افتحوا معنا المصاحف من سورة البقرة الآية 92. احنا بنبدأ الحلقة بقراءة فاتحة الكتاب، نقرأ مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن شاء الله من الآية رقم 34 من سورة النازعات، للناس اللي مش عاوزة تحفظ معانا المصحف فاحنا بنختار آيات علشان يصلوا بيها. من سورة النازعات الآية رقم 34، افتحوا المصاحف ونقرأ مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى. فأما من طغى. وآثر الحياة الدنيا. وآثر الحياة الدنيا. فإن الجحيم هي المأوى. فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها. فيما أنت من ذكراها. إلى ربك منتهاها. إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. مين حفظ بقى معانا من سورة البقرة الآية 89؟ تفضل امسك الميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله. يعني ايش بالغنى؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الظالمين. الله يفتح عليك. على الكافرين. الكافرين. الله يفتح عليك. مين حافظ تاني؟ تفضل. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. بغيا أن ينزل من عباده أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. حد تاني حافظ اللي جنبه. ثناء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. الله يفتح عليك. يبقى قلقل اي بقى توقف عليها. في حد حافظ؟ اتفضل. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قال. ما قلتش انزل الله، انزل. انت بتغشش ولا سمحت؟ مش بما انزل. بما انزل اللام الاولى ترقق. قل لي بما انزل الله. بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه بما وراءه فضل. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. الله يفتح عليك. حافظ مين حافظ؟ تفضل. يبقى صحح حروفك عايزه، لان في ناس بتسمعك، خد بالك. قل في ناس من المسلمين دلوقتي بيسمعونا وبيتعلموا مننا، فلما تقول الحق ح نعم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية رقم 92 ما أقولش ولا قد ولا، إحنا قلنا ولا الأول. ولا قاف. القاف هي المفخمة. ولقد جاءكم، ده مد بقى واجب عند الوصل وعند الوقف. موسى بالبينات. المدود ما تزودش المد او تنقصه، مدود طبيعيه. موسى بالبينات. ثم الميم حتى لو وقفنا. ثم ايه؟ اتخذتم الطا ما تنفعش. ثم الطا، ثم التاء. اقول لك التاء خير بعيد عني. ثم التاء، التاء خاء، الخاء مفخمه. ثم اتخذتم العجل. الجيم لازم تقلقل ما دام عليها السكون. العجل، واذا وقفنا ما نقولش العجل. توقف على فين؟ فين اللام؟ انت ضيعت لام العجلة. من بعد النون فوقها ميم. ليه بقى؟ كل نون ساكنة بعدها باء يحصل لها إقلاب. نقلب النون لميم ونخف الميم إخفاء شفوي بالشفايف يعني، ونغنها. نقول من بعد قولوها كده معايا. من بعد إذا وقفنا. من بعده تمدها ياء كاملة عند الوصل. بعدها الضمير في ياء صغيرة زي البطة. السادة المشاهدين شايفينها على الشاشة. نقول من بعده وأنتم ظالي. اللام تكون أكثر رقة. ظالي ظالمون. طيب نقرأ الآية دي.
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون لو نعرف حروف القرآن حروف الهجاء 28 حرف لو سمحتوا وكل واحد يكتبها في كراسة كده ويقول إن الهمزة آ والباء باء والتاء تاء ها والثاء ثاء والجيم جا والحاء حاء إذا عرفتوا تنطقوا هذه الحروف هتقروا القرآن في ظرف أسبوعين ثلاثة شفتوا أنا بقول الكلام ده علشان هتقول وإذ أخذنا وإذ لو ترجع بقى للكراسة اللي انت كتبتها إن الهمزة عمرك ما تقول قلت ليه علشان الخاء تخينة احنا مالنا ومال الخاء لما نوصل لعند الخاء نفخمها ولذلك انت بدأت قلت ايه وإيه الهمزة تكون أكثر رقة يعني انت قلت صحيحة وإيه وإذ 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 أخذنا والنون مش وإذ أخذنا وإذ أخذنا وإذ أخذنا قولوها معايا وإذ أخذنا وإذ أخذنا رقاقوا الهمزة أكتر من كده وإذ أخذنا وإذ أخذنا هنا ما قلتش ميثاقكم برضو ارجع للكراسة اللي انت كتبت فيها حروف الهجاء وانت كتبت فيها ان الثاء ثاء ثاء خلاص ثاء ده في عموم المصحف مش هنا بس اذا ما تقولش ميثاقكم ميثا ثا لا ثاء زي على وزن ثمود ثاء اذا نقول ميثا ميثاق القاف هي المفخمه هنقولها واذ اخذنا ميثاقكم أخذنا ميثاقكم هنا برضو لو ترجع للكراسة اللي انت كتبت فيها حروف الهجاء وكتبت الواو و واحد وحيد و واو فتحة و هنا هتقول لي و ورفعنا وضاعت منك الفاء اللي انت كتبتها في الكراسة فاء فاء فتحة فاء إذن ما تقولش فا ورفا فعنا هنقول و الراء هي المفخمة فقط و را فا فعنا نقرأ الآية دي وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وزي ما احنا قلنا ما نقولش ورفا فعنا برضو لأن الفاء خلاص في عموم المصحف فاء نقول فوق ما نقولش فوقكم فو فو فوقكم فو على وزن فوزي فوق فوق نقولها تاني وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم خذوا ما آتيناكم أنا مديت الميم من أجل الهمزة اللي جاية اسمه مد منفصل المد لوحده والهمزة لوحدها فإذا وقفت أقول خذوا ما ده وقف تعليمي أو اضطراري ما حدش يقول خذوا ما لا إنما احنا بنتعلم حرف حرف آتيناكم كلمة آتيناكم خلاف أتيناكم أتيناكم حضرنا إليكم جنالكم أتيناكم حضرنا إنما آتيناكم إدنالكم أعطيناكم إيه الفرق؟ الفرق إن الهمزة لوحدها في وسط السطر اللي هي إيه؟ آتيناكم آتيناكم تلاقي الهمزة لوحدها وبعدها ألف إنما أتيناكم تلاقوا الهمزة راكبة
على الالف عاملها كرسي. اتيناكم، اتى امر الله، انما واتى المال على حبه، واتى يعني اعطى، اتى تلاقي الهمزه لوحدها، اتى المال، انما اتى تلاقوا الهمزه فوق الالف. واذ اخذنا ميثاقكم ما خذوا ما اتيناكم، ما نقولش بقوه، بقوه. واسمعوا، قالوا سمعنا، تقولوها ايه دي بقى؟ قالوا سمعنا وايه بقى؟ وعصينا. لا، وعاء وعصينا وعاء. شوف، اسمعوا وعوا، واخد بالك؟ هنقول قالوا سمعنا وعاء، وما نقولش وعاء وعاء. نقولوها معايا، قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في الراء دي مكسورة، وأشربوا في قلوبهم العجل، خدناها. ما نقولش بو بكفرهم، بيكو بكفرهم. قل بئسما، ما نقولش يأمركم، الياء في المصحف ياء. إذن نقول قل بئسما يأمركم به، الميم بعدها باء يحصل لها إخفاء شفوي. يأمركم به، به تمد اتنين ياء من أجل الهمزة بقى دي، المد ده، به إيمانكم إن كنتم. الغنة ما تنسهاش، والغنة تقد بعض، إن كنتم ومين مع مين، يبقى عندي ثلاثة غنة، إن كنتم مؤمنين. هقولها دي، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. إحنا بناخد حكمة كان المفروض أقولها قبل القراءة، إنما لا مانع ناخدها دلوقتي. بيقول لك الإعراض عن الله سبب الهموم. تروح تلاقي مراتك معكنين عليك، والعيال ما بيسمعوش كلامك، والشغل بايظ، وأعصابك متلوفة، ها، ومتوتر، وقول زي ما أنت عايز، مريض يعني، مريض من كله، كل أعضائك مريضة. ليه؟ بعدت عن الله، بعدت عن ربك. الإعراض عن الله سبب الهموم. الآيات معناها إيه؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. سيدنا موسى جه ببينات كثيرة جدا، ها، لفرعون ولقومه. عصايا، آية من آيات الله، عصايا اتحولت لحية ضخمة جدا، كانت عصيان الصحراء، ها، وحبال الصحراء، آية من آيات الله. وأخرج إيده كانت شفافة بيضاء جميلة جدا، وأرسل عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، ها، آيات، كل دي آيات. وأخيرا اقتنعوا، ها، وأخيرا آمن من آمن وكفر من كفر. لكن اليهود حاجة عجيبة جدا، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بالعصايا ضرب الحجر فبقت أرض، ومشوا عليها وعدوا، ها، وأراد موسى إنه يضرب العصا مرة البحر مرة أخرى علشان يرجع بحر. ربنا قال له لا، سيبه، امشي أنت، مالكش دعوة، أنت عديت خلاص، ها. فما ضربش البحر مرة أخرى علشان يرجع بحر، لكن ربنا أراد إنه قوم فرعون وفرعون يمشوا في الإيه، في الأرض دي برضو. ولما جم عند آخر أول واحد جندي من عند ابتداء البحر لغاية نهاية البحر، ربنا أمر الأرض إنها تبقى بحر مرة أخرى، وغرقوا كلهم، سبحان الله. وقم سيدنا موسى كانوا 600,000، الجيش فرعون كان 1,000,000. الأول ما كانش بيعرفوا كلمة مليون، يقول لك 1,000,000 يعني مليون. المليون ده هلك، هو فرعون،
بعد لما يعني ربنا أنقذهم وربنا وعد سيدنا موسى أنه ييجي علشان يتلقى التوراة، فتركهم لمدة 40 يوم، فرجع لقاهم عبدين عجل. عجل كانوا اللي آمنوا بسيدنا موسى خدوا ذهب حرام استلفوه، واستقرضوا الناس اللي هم كانوا موجودين واستلفوا منهم الذهب علشان ايه النية بتاعتهم سرقة، والسرقة تؤدي الى معاصي كتيرة جدا، اكل الحرام يؤدي الى هلاك. فبهذا الذهب صنعوا عجل، يعني حرام في حرام بقى، وعلشان يعبدوه حاجة عجيبة جدا، عجل عبدوه، يعني في صناع صنعوا الحاجات دي، خدوا الذهب وسيحوه وعملوا منه عجل، يقوموا يعبدوا هذا العجل. شيء غريب يعني، برضو في الصين او في البلاد اللي هي لا تؤمن بالله في مصانع بتاع بلاستيك، يعملوا عرايس وعملوا معرفش ايه، يقوم الشخص عرايس مختلفة الاحجام، يقوموا ياخدوا العروسة دي ولبسوها ويحطوها باترينا، وده الاله بتاعهم. يعني البلاستيك يجيبوه من الشويلة، شويلة يحطوه في استنباط، والاستنباط بتطلع العرايس، ها استنباط، وياخدوا العروسة ديت ويلبسوها احمر ويحطوها باترينا، ويجوا الصبح يسجدوا ليها. ايه العقول دي؟ سبحان الله. برضو دول عملوا عجل من مادة الذهب وبيعبدوه، سبحان الله. يهود بقى. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هم ظلموا مين؟ هم ظلموا أنفسهم، لأن الحياة قصيرة جدا، وما دام أكبر أنواع الظلم الشرك بالله، وما دام الإنسان يشرك بالله هيخلد في النار، يبقى ظلم نفسه. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، عهد الله على إن هم يمشوا مستقيمين، وعهد ربنا على هذا. وإذا أخذنا ميثاقكم، إنما خلف التوراة وخلف الميثاق، فربنا سبحانه وتعالى رفع فوقهم الجبل، جبل الطور، تهديدا ليهم، يعني كان ممكن يقع عليهم، إنما تهديد. طب ليه؟ طب ما هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا، ما دام انت التزمت بالإيمان خلاص، إنما اكفر تكفر خلاص ما نجع بيك. زي ايه مثلا؟ ولله المثل الاعلى، زي ما يكون لك ابن وتشوفه بيشرب سجاير او ماشي منحرف او بتمسكه وبتضربه وبتربيه، انما ابن الجيران اللي ساكن في شارع حته تانية انت مالك بيه؟ مالكش دعوه بيه، انت بتربي ابنك. فما دام انت مؤمن لا لازم تلتزم بالايمان، هم ما التزموش بالايمان، فربنا رفع فوقهم جبل الطور تهديدا له. وقال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. الدين لا يؤخذ أبدا باستهتار. لما تيجي تصلي ما تصليش بكروتة، ولما تيجي تتوضى ما تتوضاش بكروتة، ولما تيجي تعامل الناس عاملهم بما يرضي الله، واعرف إن ربنا رقيب عليك. فإذا أوامر الدين تاخدها بقوة. إذا صمت يكون صيامك لله، مش واحد مثلا يكلمك كلمة تشتمه أو تغش في الميزان أو الآخر، ده يبقى ما بتاخدوش الإيمان بقوة ولا بتاخدوا الإسلام بقوة. فربنا بيقول خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. اسمعوا أوامر الله، اسمعوا القرآن، وهم كان بيقول لهم اسمعوا التوراة، والتوراة ده يعني هو بيأمرنا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نوح عليه السلام كان مسلم، سيدنا إبراهيم كان مسلم، أولاده كان مسلمين، الرسول كان مسلم، سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، إن الدين عند الله الإسلام. فالكل مسلم، ولازم نؤمن بالتوراة كما نؤمن بالقرآن، هي بس هم حرفوا، علشان كده احنا ملتزمين فقط بالقرآن.
فقالوا سمعنا وعصينا من سمعنا وطيب وحاضر. وأشربوا في قلوبهم العجل، لما تيجي تشرب حاجة بتسرب جسدك كله، تشرب كوباية لبن بتتحول للدم وإلى أكل. هم برضو حبوا العجل وأشربوا في قلوبهم العجل، زي ما يكون شربوه، عبدوه عبادة خالصة. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هو ده التوراة يقول لكم اعبدوا خلاف الله، تعبدوا عجل، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. طب نقرأ مع بعض. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا. قالوا سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.